اهلا بيكم ومرحبا وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص فيجن فيجن. يلا يا برجر، وهنعمل مع بعض برجر برضو الفيجن اساسه معروف، وهنحط له شويه مكونات لطيفه قوي هتعجبكم جدا. نعمل الكلام ده ازاي مع بعض بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل، يلا بينا ناخد الاساس بتاعنا، او يعني جزء من الاساس بتاعنا على قد ما احنا عايزين نعمل. اللي هو هنعمل ايه بقى؟ هناخد مثلا كده، يعني نحط له كمان واحده كده مثلا كده، يعمل لي 2 حلوين. اوكي، ونحط عليهم الاتي. بصوا بقى، فلفل الوان، نحط عليهم كزبرة خضراء وشوية بقدونس وهريسة شطة وهناخد الليمون ده. كده اوكي، وده بصل زي بتاع الكشري. سهله دي، سهله دي. اوكي، ونلبس بقى جوانتي. كده اهو. اوكي. ونخلط الكلام ده مع بعضه، وبرضه هيحتاج مننا شوية بقسماط. ايه تمام، تمام قوي. يلا اوكي، شويه زيت بقى نونه. مثلا كل ما خلينا قدرنا نخليها رفيعة كل ما كان أحسن للتسوية. هي مستوية طبعا، كلها مستوية. أوكي، بس كل ما كان احسن انها ايه تطلع كرانشي اكتر.
اوكي اوكي نعمل كمان واحدة كده. اوكي استنى بقى لما ايه تدينا اللون اللي احنا عايزينه القرمشه بتاعت السيرفس يعني او السطح واللون برضو. اوكي ناخد منها شويه وقت. نحط بقى ايه طماطم معاها كده. يلا نطلع فاصل وما الدنيا دي تقول ونرجع نقدم شغلنا. ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا بقى ايه نشيل الدنيا دي. اوكي تمام. اوكي يلا ناخد بقى العيش والبطاطس. اوكي وبعدين هناخد شوية باربيكيو صوص. هنا اهو هنا اهو واحط عليهم شوية بصل. وبعدين نقفل ده كده. ونحط له دي كده. اوكي وبعدين نحط بقى ايه كده اهو كده اهو. اوكي
أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدمه بهذا الشكل وأقول لكم هنا والشفا، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخ ونص، وابقوا معنا.